قال ابن القيم في وصف الصحابة رضي الله عنهم: يا باغي الإحسان يطلب ربه، يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال. انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، واسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة من درب ذات شمال. تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال. درجوا على نهج الرسول وهديه، وبه اقتدوا في سائر الأحوال. نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى، فمآله في الحشر خير مآل. القانتين المخبتين لربهم الناطقين بأصدق الأقوال. التاركين لكل فعل منكر والعاملين بأحسن الأعمال. أهواؤهم تبع لدين نبيهم، وسواهم بالضد في ذي الحال. ما شانهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول الغالي. عملوا بما علموا ولم يتكلفوا، فلذاك ما شابوا الهدى بضلال. وسواهم بالضد في الأمرين قد تركوا الهدى ودعوا لكل ضلال. فهم الأدلة للحيارى، من يسر بهداهم لم يخش من إضلال. وهم النجوم هداية وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال. يمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال. حلما وعلما معتقا وتواضع ونصيحة مع رتبة الإفضال. يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال. وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال. في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال. وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتساءلون سابقون بصالح الأعمال. بوجوههم أثر السجود لربهم، وبها أشعة نوره المتلالي. ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي. وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم يحبهم ذو وبراءة، والحشر فيها وصفهم، وبها الأتى وبسورة الأنفال. وبها الأتى وبسورة الأنفال. كان معكم من الإخراج والتنفيذ قناة محمد المدعث.